إغلاق الحدود مع سوريا هذا معناه فتح الحدود مع إسرائيل، لأن لبنان ليس لديه حدود إلا مع سوريا وأمامه البحر. عندما يطلب أحد إغلاق الحدود مع سوريا، هذا ليس إغلاق فقط مع دولة جارة وشقيقة، بل أيضا إغلاقها مع ما وراء سوريا، أي مع العراق ومع الأردن ومع الدول العربية. ونحن بحاجة إلى التصدير أكثر من أي يوم مضى، وإلى التعامل مع دول الجوار، لأن ممكن أن نتعامل بالعملة المحلية ونحن يمكن أن نتكامل اقتصاديا. فإذا هي تطالب علنا لبنان بأن ينتحر أكثر اقتصاديا، وهذا لن يتم، لأن شعبنا أصلا هو المسيطر. على أمريكا أن تعرف على أن شعبنا هو المسيطرة، ليس فقط على الحدود مع سوريا، نحن مسيطرون على غرب آسيا بشكل كلي. وهذا ما يجب أن تفهمه، هذا كله رماد في العيون ما يفعله الخارجية الأمريكية. وإذا سألت البنتاغون هو الذي سيقول لها أنتم غير قادرون على تنفيذ هذه السياسة لو حصل الانفجار أو لتحركت القوى المقاومة بشكل كامل. بماذا يهددون؟ هؤلاء يستخدمون آخر أساليبهم فقط لإرضاء إسرائيل وللإرضاء بعض الأعراب الذين يريدوا أن ينعشوهم بالعناية الفائقة أن أمريكا ما زالت تتحرك، وهم خاسرون في هذه المعركة. خرافة الحديث عن إغلاق الحدود، نحن نهددهم ليس بفتحها بل بإلغائها تماما لو قررنا يوم أن نلغي هذه الحدود. ولا يوجد قوة على وجه الكرة الأرضية، لا قوة لبنانية ولا عربية ولا أجنبية تمنعنا من إلغاء الحدود لو قررنا إلغائها. هم يعرفون هذه الحقيقة. أما التكامل الاقتصادي فالخيرات في المنطقة موجودة، ودول كبرى مستعدة للمساعدة، ومن أرسل 7 ناقلات نفط وبظهرها باخرة عملاقة تحمل المواد الغذائية لكي تفتتح أول مركز تجاري في فنزويلا.